وإلى طبختنا لليوم وأكلتنا لليوم فقرة التجويع الشدوني. ناخذ معنا شيف وحيد من الباري، نقول لك أسعد الله مساك، حيك الله يا شيف. أهلا وسهلا ويا مرحبا بالجميع، أسعد الله صباحكم جميعا، نرحب بكل المستمعين. شيف، اليوم هنتكلم عن الشوربة الشهيرة المغربية، لو هي شوربة الحريرة المغربية اللي شادي من بداية رمضان تقول نفسي في حريرة من بداية رمضان من جد مرة نفسي فيها. شيف المايك لك. أهلا وسهلا. طبعا شوربة الحريرة المغربية شوربة غنية عن التعريف، معروفة جدا ومكوناتها غنية بالعناصر الغذائية، وتتقدم كوجبة متكاملة دائما على مادة على مائدة الإفطار. ميزتها أن مكوناتها يعني غنية بالبروتينات الحيوية والنباتية والفيتامينات المتنوعة والمعادن، يعني شربة فيها كل حاجة. ندخل كده مع بعض على المكونات والمقادير. نحتاج 400 جرام لحمة مقطعة كده تقطيع صغير، وعندنا حبة بصلاية بيضة كده مقطعة مكعبات صغيرة، وحزمة بقدونس مفرومة فرم ناعم، وحزمة كزبرة، بالإضافة إلى 3 أعواد من الكرفس برضو مقطعة مكعبات صغيرة، علبة عصير طماطم مقشرة. بالنسبة للبهارات ما حنحتاج غير الكركم والزنجبيل أو بودرة الزنجبيل والفلفل الأسود، بالإضافة إلى مكرونة الشعرية وشوية دقيق مع موية. ندخل كده مع بعض على طريقة تحضير شوربة الحريرة. الفيديو طبعا السادة المشاهدين اللي مهملين التطبيق بيشوفوا طريقة التحضير والفيديو الرائع الجميل اللي قاعد تحضر فيه الوصفة. يا سلام. طبعا نجي نحضر كده مع بعض، نسخن الزيت ونشوح البصل. أول ما يبدأ يذبل معانا نشوح اللحم مع البصل، وبعد كده نرمي عليهم البهارات. حنضيف الكزبرة والبقدونس والكرفس ونقلبهم كده على بعض. نبدأ كده نشم ريحة البهارات مع الكزبرة مع البقدونس مع الكرفس، نضيف عليهم البليلة مع عصير الطماطم، ونضيف طبعا العدس الأسود. العدس الأسود طبعا مكون أساسي في شوربة الحريرة، بنغسله وننقعه تقريبا ساعة قبل التحضير. حنضيف كل المكونات هذه مع بعض ونقلبهم لين تبدأ تستوي اللحمة معانا. أول ما تستوي اللحمة حنضيف المحلول الدقيق مع الموية، وهذا طبعا ليش احنا بنضيفه؟ عشان نسجل الشربة شوية. في الأخير حنضيف مكرونة الشعرية ونتركها كده تطبخ كده على بعض 5 دقائق، وأحلى شربة حريرة تكون كده جاهزة ومستوية ومسبكة ومرزتك كده، حاجة تستاهلكم. تسلم ايدك يا شيف. شاف كل ما شاء الله، انت لما تشرح شيء واشوف الفيديو اقول يا الله سهل، بس انا اكد لك لو انا سويته هيطلع بوتاغاز هيطلع بنزين عصيده ولا اي شيء ما له علاقه بالحريره اي شيء الا الحريره. لا ما شاء الله مره لا لا حتطلع معاكم ان شاء الله مضبوطه، لانه يعني انا بحاول اني اسهل الوصفه دائما عشان نسهلها على كل المستمعين على اساس انه يسهل تطبيقها ويطبقوها بالطريقه الصحيحه. شوف هو نفس، نرجع نعيد ونزيد، هو نفس. والتسبيكه اللي في البدايه تكلمت عنها هذه مش اي احد، يعني ماما لما كانت تسويها خلاص ما شاء الله نفسهم الامهات حلو. فالتسبيكه اللي في البدايه هي اساس الطبخ، بقول لك هذا هو احنا مويه حنحط قشقش صحيح. هي التشويحه اللي في البدايه هذه جدا مهمه. تشويحة البصل مع اللحمة مع البهارات مع الخضار هذه اللي في البداية هذه جدا أساسية. حتى إضافة الموية دائما في أي طبخة، إضافة الموية لازم تكون بالتدريج، أساس أنا أخلي الطبخة كده تطلع معايا يعني على مستوى التسبيكة كده بالتدريج، ما أخبصها مرة واحدة وأكب الموية مرة واحدة. لا قمنا قلنا أنا وشادي إحنا هنسوي بطش الموية وخلاص، هذه شربة هي. تسلم ايدك شيف وحيد من الباري. خلينا بس نذكر المستمعين والمشاهدين انه الوصفات كلها رح تنزل على حساباتنا على السوشيال ميديا، على التويتر @panorama_fm، ايضا على اليوتيوب تبعنا، وصفحة حضرتك اذا تذكرنا فيها صفحة اليوتيوب صفحة الانستغرام تبعك. اكيد اكيد شيف دوت وحيد ام، متوفرة صفحتي في الانستغرام وبنزل فيها كل الوصفات هذه اللي بنستعرضها معكم. شكرا لك يا شيف، تحياتي لك. شكرا وبالهناء والشفاء لكل الصايمين والجائعين. بطن قرقرت.